ثاني ما هو سبب عقابه؟ نسمع. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. ها الثاني ذاكرين وإيش هو كان يصير فيه في النار؟ انسيناه؟ تفضل إيش عمو الثاني؟ يا زلمة ما خلصنا من راسه، والله يقطع اليهود يا زلمة، ما خلصنا من راسه هذا. تفضل. لا يا رجل لسه ما جيناش على السباحة. أيوة تفضل. أحسنت. هذا كلاب، عارفين شو الكلاب تاع اللحمة؟ مش بتروح على اللحام انت تلاقيه معلق لك الخروف، هذا اسمه كلاب. هسه بحطه وين؟ في ثمه، وين؟ في منخاره، وين؟ في عينه، وشد جزء هذا كله ايش بصير ورا، بعدين بمسك الجزء الثاني بشد، هذا برجع بشد، هذا برجع بشد، لقيت عذاء وفي النار. شو ماله هذا؟ شو ماله؟ سمعتوش شو كان يساوي؟ شو ماله؟ كان يكذب الكذب حتى يبلغ الآفاق. نعم أحسنت، يعني الكذب بتاعته بتنتشر. هذاك الأول بكذب بس ما بتنتشر، لا هذا كذب وشو ماله؟ بنتشر، بيعرف يعرض الكذب. فدير بالك الواتساب بتاعك هذا ولا الفيسبوك ينشر لك الكذب في الآفاق. جاهز العذاب. تنبسطش كثير على الفيسبوك بتاعك ها، ولا على الواتساب بتاعك، ولا على المجموعات. يلا يا جماعة بدي أعطيكم هالخبر، صار في زلزال وكذا، بلش يعطوك أرقام. من وين جاب هالأرقام؟ من وين؟ المغرب أصيب بك. شو عرفك؟ شو قال حكوا هم بكبدوا بيعدوهم أصلا الأموات اللي في المغرب رحمهم الله، ولا الأموات اللي في ليبيا كيف بدهم يعدوهم؟ هاي هم لاقيين المفقودين عشان يعدوا الأموات. بلش يعطيك أرقام 3219. أوف 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 19، يعني إنه الزلمة بلش ينقل الأخبار. يا جماعة دير بالكم جايين في زلزال بده يجي على وين؟ على الأردن، لحقوا حالكم. قبل 35 سنة ولا 40 سنة كنت أنا ولد صغير، فإذا بي قمر صناعي تفتت، يعني ما كانتش الصعب بس طلعوا، كانوا طلعوا هذول قمر صناعي، لكن شو ماله؟ تفتت يا قسم منه أو كله، فقالوا سيقع على الأرض، ما دام تحطم فوق وين راح يوقع؟ على الأرض. فصاروا يقولوا إذا وقع قامت القيامة، لأنه راح نتدمر. حتى وانت بسوق الخضرة يلا تودعوا ماكدونالدز، ماكدونالدز كلك اخر ضمة ماكدونالدز راح تموت، الحق حالك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي. فانتشرت الاكاذيب في الافاق، ففي كذبات كثير تؤلف ولا تؤلفان. هذا لحقناه واحنا صغار، يعني قبل الـ2000 راح تكونوا ايش؟ أموات. تؤلف ولا تؤلفان. وبس أجل 2000 شو مالكو؟ لا هذا 2000 هجري. على حساب بقيت تبيعوا بندورة من وراء، والعياذ بالله. زوال إسرائيل 2023. طب أجل 23؟ لا كمان والله هذا الكتاب قبل 7 سنين. أكاذيب تنتشر تملأ الآفاق. الآن ملئ الآفاق، هذاك بقدونس بقدونس هذه راحت. الآن الكذب الذي يملأ الآفاق عن طريق الانترزفت، عن طريق الفيس زفت والواتساب، مجموعة مبسوط يعني بدناش واتساب لولا هالعمل ولا هالدعوة الأشياء ما بدنا إياه.
تقيسش على الدعاء ولا على المعافى، فليحمد الله. اذا دير بالك احسن شيء في زمن الفتن شو؟ فليقل خيرا او ليصمت، من صمت نجا. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طب شو